يحتفل العالم كل عام في الخامس من شهر ديسمبر باليوم العالمي للتطوع. ما زلنا في صباح الخير يا مصر مستمرين في احتفالنا بهذا اليوم اللي ربما بيغير مفاهيم كتير جدا عند الشخص، بيخليه أكثر إيجابية، بيخليه أكثر إدراكا للمسؤوليات اللي حواليه، بيخليه أيضا أكثر رضا. خلي بالكوا دي نقطة مهمة جدا. إزاي يعني يبقى أكثر رضا؟ يعني يبقى راضي عن كل ما يحدث عليه، ما بيبص الأمور، ما بيبص زي ما بيقولوا كده للإيه، للي أكبر منه، بيبص للي أقل منه وبيحمد ربنا. خلينا النهاردة نلقي الضوء على مفهوم التطوع. إزاي الأم ترسخ هذا المفهوم بين أبنائها؟ تربيهم إزاي وتقول لهم يعملوا إيه في مدرستهم ومع أولادهم ومع إيه الدور اللي لازم تقوم بيه كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة التطوع لخدمة الناس؟ هنسأل برضو إزاي ممكن نتطوع؟ نروح فين؟ نعمل إيه؟ إيه هي الأماكن اللي ممكن أروح فيها علشان أخدم بلدي أو أشوف نفسي في حتة معينة؟ تحية كبيرة جدا في يوم التطوع لكل الشباب المصريين الجمال اللي بنشوفهم في حياة كريمة أو في مشروعات الهلال الأحمر أو بنشوفهم في مشروعات صناع الخير، واللي بيروحوا قرى في الصعيد بيعملوا سقف وبيرصفوا طرق وبيعملوا بإيديهم رغم أنهم شباب جامعين متعلمين. كل التحية والشكر لهؤلاء الشباب العظيم. النهارده ضيفتنا في الاستوديو ضيفه مميزه جدا، الاستاذه الدكتوره امال امام المدير الوطني للشباب والتطوع في الهلال الاحمر المصري. اكيد هتكلمنا عن كواليس كثيره جدا بتحصل في هذا الامر. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير، وكل سنه وكل متطوع بكل خير. اهلا بحضرتك ومنورانا يا فندم. شكرا. في البدايه انا عايز اسال على الجانب السلوكي، مش عايز اتكلم على الحاجات اللي احنا عارفينها. من خلال رؤيتك لشباب متطوعين كتير جدا على مدار سنوات طويله، ايه اللي بيتغير في سلوكهم؟ بيوصلوا المرحلة عاملة ازاي؟ وازاي انا اقدر ابني الشخصية دي واعتمد عليه؟ الرئيس اكتر من مرة اتكلم في بناء شخصية الانسان المصري، بناء الانسان المصري. اعتقد دي نقطة مهمة جدا، شفناها في الاسمرات وشفناها في حياة كريمة ونشوفها برضه في التطوع. صحيح. الحقيقة انا سعيدة جدا بان دي تكون البداية، لانه دائما ما بنركز على المتطوعين بيعملوا ايه، لكن احنا هنا بنقول المتطوع نفسه هيكسب ايه. صحيح. والحقيقه انه لو احنا اتكلمنا على الجانب السلوكي، احنا دايما لو احنا عايزين نوصف المتطوعين بنقول عليهم agents of behavioral change او وسطاء لتغيير السلوك. هم اللي بيقدروا انهم يشوفوا ايه التغيير ويقودوا هذا التغيير في مجتمعاتهم. لانه كلمه متطوع، انت بتتطوع في مجتمعك. الا لو احنا international volunteers، ودي قصه ثانيه ممكن نبقى نتطرق اليها، لكن التطوع بمفهومه ان احنا بنتطوع في مجتمعاتنا. مجتمعنا مش لازم يكون المجتمع في الشارع بتاعي، لكن المجتمع الممتد كمان. وبالتالي بقدر بعيني أشوف إيه اللي ممكن يتغير، بحط يعني مبادرة أو بقول فكرة، وكمان ببتدي أقودها علشان تتنفذ. أنا بيتغير فيا إيه؟ أولا بتتغير فيا إنه أنا بشوف الواقع اللي حواليا بنظرة إيجابية، ومش بس بكون ماشي علشان أقول ده ناقص أو ده محتاج، لأ، أنا في اللي موجود ده في الخريطة اللي قدامي أقدر أضيف إيه. والحقيقة إن دي مهمة جدا، إن أنا كل حاجة هعملها، عملي صغر أو قل، وقت تطوعي كان قليل أو طويل، كل عمل هعمله هيفرق، ودي مهمة جدا جدا في سلوكنا. الحاجة التانية الحقيقة كمان إنها بتفتح مداركنا. أنا بشوف جدا حواليا متطوعين لما بناخدهم في مجتمع، زي ما قلنا أنا ممكن أكون من نفس المحافظة بس أخدك في محافظة تانية في قافلة طبية أو أخدك في مهمة إغاثية، أنت بتتعرف كمان على احتياجات أكتر في مجتمعك، بتخرج من البابل أو بتاعة مدرستي وبيتي والنادي بتاعي، نفس المكان اللي أنا بروحه كل يوم، أنت بتروح ومش بس بتروح، انت بتروح وبتعمل اثر. فالحقيقه ان السلوك دايما بيكون منعكس سلوك ايجابي جدا. فكره الرضا يعني يا دكتور، الرضا ده ما فيهاش كلام. والا ما كناش لقينا الناس في اخر اليوم وهي تعبانه جدا، وهي يعني زي ما بيقولوا يعني شقيانه، تقولك انا فرحانه، تلاقيهم في نهايه اليوم. ولو ان احنا ما بنحبش نحط يعني نقولش الظروف، لكن بعض الاحيان بتكون الظروف اللي احنا بيشتغل فيها ممكن تكون ظروف صعبه، الا ان تلاقيه مبسوط. ازاي الاثنين؟ حاجه غريبه جدا، ده معظم الاوقات بتكون صعبه. ده حقيقه يعني الحقيقه انه الاثنين دول احنا بنشوف مثلا طبيعه عملنا مع متطوعين الازمات والكوارث، ده انت بتروح اماكن الناس بتبقى بتهرب، بتخرج. صحيح. وانت داخل وبعد كده تلاقي نفسك مبسوط. حاجه غريبه، مبسوط لانك قدرت تصنع فرق. وهنا بقى الفرق مش بس بيكون فرق، بعض الاحيان بيبقى الفرق من اول البسمه ينتهي الى انقاذ حياه. فهل بعد ده ممكن يكون هناك رضا؟ يعني هل ممكن بعد كده ممكن يكون في تغيير؟ هل ممكن تجربه زي دي تسيبك تقول، او اللي بينزل مره دايما نقول للناس جرب مره هتفضل معاك طول الوقت؟
فالحقيقه ان التطوع اذا كان بينعكس هو بينعكس على كافه الافراد، واول واحد بيستفيد مش المستفيد، اول واحد المتطوع. بيستفيد المتطوع نفسه. يمكن ده يا دكتور مش نابع بس من فكره ان هو الـ الاحساس بالرضا وانه الشخص حابب يساعد، اعتقد انه هذا الشخص المتطوع زي ما حضرتك بتقولي في هذه الظروف الصعبه بيكون نابع من احساسه بالواجب، هو حاسس ده واجبي، انا مش هنا عشان مجرد ان انا بعمل خير او ان انا بمن على المجتمع، لا ده واجبي. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا عشان اقدر اخلق شخص قادر انه يتطوع بدافع الواجب، ولازم يكون مؤهل ولازم يكون ليه صفات معينه عشان يقدر يخدم بهذا الشكل. عايز اعرف من حضرتك، هل الشخص ده بيبقى جاي جاهز كده ولا بيتم تاهيله؟ يعني الناس فاكره ان انا عشان اروح اتطوع هروح اكتب اسمي وانزل على طول اساعد. اشكرك جدا 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 مره ثانيه. الحقيقه انه التطوع هو تطوع للجميع، وعندنا تطوع من اول تطوع الافراد الاطفال نفسهم، ويمكن دلوقتي بنشوف الحملات المدرسيه اللي بتقودها المدارس نفسها. صحيح. انها تخلي المتطوعين يكونوا بيعملوا اعمال على قدهم لكن يفرق فيها، يحس بمجتمع، وصولا الى المتطوعين اللي ربنا يديهم طول العمر اللي بيكون لاخر لحظه في عمره بيدي وبيتطوع. الحقيقه كمان انه لو احنا اتكلمنا على تاهيل المتطوعين، احنا عندنا انواع مختلفه من التطوع. عندنا تطوع المتخصص، انا راجل بروفيشنال، بشتغل مهندس، بشتغل طبيب، فبنزل اتطوع بمهنتي. في الحاله اللي زي دي انت جاهز، لكن بيبقى مهم جدا تعرف هتعمل ده في سياق المكان اللي انت بتشتغل فيه، وده نفسه بيحتاج الى تدريب. كوني بشتغل بروفيشنال حاجه، وكوني جوه مستشفى او جوه عياده، وكوني بشتغل مع قافله طبيه او بشتغل في مكان احنا اللي بناهله، دي حاجه ثانيه، وهو ده الجزء التدريبي. هناك بقى المتطوعين الشباب، ودي الشريحه الكبيره جدا. لو احنا بنتكلم عن نسبه الشباب في التطوع، هنلاقي 60-70% من المتطوعين شباب. طبعا لازم يكون في كاباسيتي بيلدينج او برنامج بناء قدرات. والحقيقه انه عندنا حاجه اسمها المتطوعين معروف انه بيعمل عمل بدون مقابل وبدون اجر وبدون رغبه في مكسب. صحيح. وبالتالي لكن ده ما يمنعش ان احنا يكون عندنا صيغه من صيغ العقد، التعاقد. التعاقد اللي احنا بنسميه مدونه السلوك. مدونه السلوك هو انت حقوقك ايه، واجباتك ايه، علشان نضمن انه هذا العمل لا يضر لا صاحبه ولا الشخص اللي بيستفيد. اول حق بنحطه للمتطوع انه يتم تدريبه على المهمه اللي بيقوم بيها. التدريب ده ممكن يكون تدريب لو هو داخل في برنامج زي مثلا عندنا في الهلال الاحمر المصري، عندنا ازمات وكوارث. وقت الازمه دايما نلاقي الناس بتتصل بينا وبتبعت لنا. فكرة كويس قوي، في ازمات طويله يعني كبيره زي. عدت يعني خليني اقول لك اللي كانت مؤثره جدا وكان فيها حاجه قويه، كانت في شمال سيناء في يعني بير العبد. انا فاكره ان انا في يوم واحد جالي 1000 طلب تطوعي، ما شاء الله 1000 طلب كلهم بيقولوا عايزين الخير في امتي الى يوم الدين. ده حقيقه، دي حاجه عظيمه، حاجه جميله. واحنا والله واحنا في مصر وفي منطقتنا العربيه الحقيقه العمل التطوعي ده هو دايما سلوك جميل من المصريين. الناس عندنا بتبقى عايزه تساعد، ولكن اساعد من غير ما اضر، اساعد وانا عارف بعمل ايه، واساعد ضمن التيم. عشان كده بقول دايما للناس لو انت عايز تتطوع مهم تاخد القرار دلوقتي مش في ساعتها، لانه علشان اتدخل بدون ما اضر وبدون ما اعمل لازم اكون عندي برنامج تدريبي. احنا مثلا على سبيل المثال في الازمات والكوارث البرامج التدريبيه بتاعتنا ما بتقلش عن 4-5 ايام لاسبوع على الاقل. ياخد ايه فيها؟ والله لو ازمات وكوارث يبقى لازم ياخد اسعافات اوليه، لازم ياخد سلوك التعامل مع المواطنين بشكل عام، حفظ خصوصية المصاب، ياخد ازاي يدخل بشكل آمن وفي نفس الوقت يخرج بشكل آمن، بيخرج يتعامل في تيم ورك. انا ممكن اكون شاطره جدا لوحدي بس انا في الاخر ما بعملش يعني حاجه. اكزاكتلي. فالحقيقه انه في حاجات كتير قوي بنتعلمها في مدار الفتره دي، بنعمل سيميوليشن، مش اول مره تمد ايدك محاكاه، مش اول مره تعمل عمل علشان احنا عمل تطوعي يبقى بنعمله بدون جوده. احنا عشان اضمن ان هو بجوده بحطك في سيناريو ومحاكاه وتخش علشان تعيش الظروف نفسها، وبالتالي تقدر ان انت تفيد بشكل واضح. الحقيقه ان ده في كل البرامج بلا استثناء اللي بننفذها، واعتقد كمان انه دلوقتي مع اهتمام الدوله المصريه بتقنين التطوع، امبارح شفنا المدونه مدونه السيده انتصار السيسي اللي احتفلت بيها واللي شكرت فيها المتطوعين وقالت انتم امل مصر ومستقبلها. اعتقد
ده كله إشارة إلى أهمية العمل التطوعي وإلى الاهتمام بأن العمل التطوعي ما يكونش بس اللي هو بنعتبره وقتي، أنا بعمل بخش دلوقتي ده احنا بنسميه more or less act of kindness، يعني أنا بعمل عمل يعني فيه يعني ما يكونش لطيف. عفوي أو نابع من حماستنا إحنا اللي عندنا، يكون منظم ويكون مستمر ومدرب ومستمر، وكل واحد على قدر طاقته يقدر أن هو يدي في المجال. حريتي دي حتة صغيرة خالص، مرتبة بيعمل إيه؟ يمكن المشاهد دلوقتي يتفرج يقول طب هو الهلال الأحمر المصري بيعمل إيه؟ يعني بشكل عام كيف خدم الهلال الأحمر المصري البلاد في سنوات الأخيرة؟ إحنا عندنا وقت؟ الحقيقة أنه الهلال في نقاط محددة. أيوة، الهلال الأحمر المصري هو أقدم منظمة تطوعية موجودة في مصر، لأن عمرها بيزيد عن 100 سنة. تمام. وبالتالي التاريخ على مداره بيلاقي أنه متطوعين الهلال الأحمر المصري طبعاً خدموا في مجال الأزمات والكوارث، لأنه بتوصفها هو جهاز مساعد للسلطات في أوقات الأزمات والكوارث، وده نمرة واحد. فهتلاقي أي نوع من أنواع الكوارث الأزمات اللي ممكن تكون عدت على مستوى القرية، على مستوى الشارع، على مستوى الدولة كلها، هتلاقي بس تبقى كوارث طبية أو يعني لا خالص، كل المجالات. يعني يمكن ده المعروف، زلزال مش عارف زلزال إيه، زلزال ده زلزال 92 معروف أنه ده كان يعني نقطة انطلاق الهلال الأحمر المصري. المعونات المختلفة اللي بتروح سواء داخل مصر أو خارج مصر، السيول احنا لسه كنا شايفين اللي كانت حصلت مؤخرا في اسوان، فده شكل نزلت اسوان وعمل طبعا قوافل طبيه ومعونات. الشباب بقى عاملين ازاي؟ جامعيين حلوين بينزلوا بايديهم. كلمينا عن انا عايز اوصل الحاله دي للمشاهد. احنا عندنا زي ما عارف لما بنقول احنا عندنا خيره شباب مصر، هم خيره شباب مصر، ومش خيره شباب مصر مش بس في الهلال الاحمر المصري، خيره شباب مصر في كل منظمه تطوعيه. الشباب اللي قرر ان هو يستغل وقته ويستثمره في خدمه الاخرين، هل في اكتر من كده؟ هل في دافع تاني؟ بنقول لك هتيجي تعمل عمل بدون مقابل وتروح السيول في اسوان، وتروح الاسوان، وتروح الوادي الجديد، وتروح احنا عندنا متطوعين احنا سفرناهم على الحدود الاوكرانيه اللي اسال حضرتك عليها. حضرتك يعني قلتي انه مش بس داخل مصر لكن ايضا خارج مصر. صحيح. ايه خلينا نقول ايه اخر جهود الهلال الاحمر المصري لو هنتكلم خارج البلاد؟ طيب انا هقول على الاقل هقول السنه دي، السنه اللي احنا فيها، احنا كان طبعا خلال الازمه الروسيه الاوكرانيه احنا المتطوعين بتوعنا الحقيقه وصلوا على الحدود اللي كان بيدخل منها طبعا بين رومانيا واوكرانيا وما بين بولندا واوكرانيا، وعملنا هناك مراكز استقبال للمصريين والعرب بتتحدث فيها، بيتحدثوا باللغات العربيه علشان نقدر نسهل دخولهم، بالتنسيق مع السفارات المصريه في المكان ده لخبرتنا في اقامه مراكز استقبال على الحدود. اشتغلوا لمده 3 شهور في ظروف يعني قاسيه جدا، تستمر الايام تستمر الشهور كمان، حقيقه قدروا يساعدوا بالتنسيق مع السلطات المصريه الوصول واللي احنا بنسميه ربط مع الأسر اللي كانت بتسأل على أبنائها. قدرنا نستقبلهم ونوصل بعض كتير منهم الحقيقة للمطارات علشان يقدروا يوصلوا مصر تاني. قدرنا أن احنا كمان نوفر لهم إقامة ونوفر لهم معيشة لحين نقلهم إلى المدن اللي ممكن منها يأخذوا يعني المساعدات ويرجعهم بلادهم. كل ده الحقيقة هقول أنه كان بفريق عمل مدرب من الهلال الأحمر المصري، وتم الحقيقة فتح كل أو طلب للمتطوعين من المصريين المقيمين في هذه الدول، وانضم إلينا عدد منهم ساعدونا الحقيقة وإحنا موجودين هناك إن إحنا نعمل على مدار 3 شهور 24 ساعة في 7 أيام، يعني غرفة مستمرة طول الوقت بالتنسيق مع غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تشتغل كلها بالمتطوعين. دي أول غرفة عمليات في تاريخ مصر تكون بتشتغل 24/7 بالمتطوعين اللي بيشتغلوا طول الوقت على انهم يشوفوا فين الازمه نحرك دي ظروف صعبه جدا وخارج صعبة. حدود الوطن وفي ازمه يعني هنتكلم في العالم كلها يعني ده احنا اخذنا الحقيقه فيها يعني اعتقد انه احنا جانا الحقيقه برضو شكر من الجاليات سواء كانت العربيه او غيرها انه وصلنا كنا موجودين هناك. فده مثال واحد، غير طبعا احنا كان يعني مع الازمه في غزه واحداث غزه احنا وقتنا بيخلص، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال سريع جدا، لو حد عايز يتطوع مع الهلال الاحمر المصري ايه اللي ممكن يعمله؟ في طريقتين سهلين. الطريقه الاولى انه يتصل على 15-3-2-2 ودي غرفه عمليات الهلال الاحمر المصري، 15-3-2-2 دي غرفه عمليات المركزيه للهلال الاحمر المصري، او انه هو يدخل على صفحه الهلال الاحمر الرسميه الهلال الاحمر المصري اللي موجوده على الفيسبوك، بس يبعت رساله واحنا هنقدر ان احنا نوصله. احنا عندنا فرع للهلال الاحمر المصري في كل محافظه وبنقبل متطوعين من سن 16 سنه الى اخر العمر.
والله يا دكتوره كلام جميل، وانا يعني زعلان ان الفقره خلصت. احنا ان شاء الله انا عارف الروح الطيبه الجميله اللي بتبقى موجوده اثناء التطوع زي بتخلق انسان كويس حقيقة. قادر على خدمه المجتمع، بيتعلم اشياء جديده اكيد، حتى لو هو في مقتبل العمر مش هتكلم ان دي بتبقى يعني نقطه في السي في بتاعه، هي دي بتبقى نقطه في بناء شخصيته. حقيقة. وده الاهم. ده الاهم حقيقة. اشكرك يا دكتوره، شكرا جزيلا، وشكرا وشكرا للهلال الاحمر المصري بكل روافده وعلى مدار تاريخه، شكرا لصناع الخير اللي بيعملوا مشروعات في كل حته في مصر، شكرا لحياه كريمه شبابنا الجميل اللي بيروح كل المحافظات، شكرا لكل حتى شباب البرنامج الرئاسي لو اتكلمنا حتى على المستوى السياسي مش على كمان المستوى التطوع فيما يتعلق بالأعمال الخيرية، كمان الأعمال في المؤتمرات ده نوع من أنواع التطوع لخدمة البلاد اللي كمان شفناهم في كوب 27 وشرفونا ونورونا، دول مصريين شباب مصريين متعلمين كانوا كمان شباب العالم وغيرها من الفعاليات اللي موجودين فيها بشكل كبير. بالظبط كده. طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك مره ثانيه الدكتوره امال امام المدير الوطني للشباب والتطوع بالهلال الاحمر، نورتينا.